السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف ازاي نرسم مستطيل في برنامج انسكيب، وده برنامج اوبن سورس بيعتمد على نظام الفيكتور. طيب ممكن ادوس ار او اختار الريكتانجل من هنا. لو انا دوست اول نقطة وبدأت اسحب تمام، وهدوس شيفت عشان نعتبر اول نقطة انا رسمت منها دي نقطة المركز، فيرسم على يمينها وعلى شمالها بالشكل دوت تمام. لو انا شلت شيفت خلاص هو بيعتبر اول نقطة دي هي نقطة الكورنر الاولاني، وبدور على الكورنر الثاني. لو دوست كنترول هيحاول يعمل هيك مربع الطول قد العرض. طيب لو انا وقفت هنا هلاقي ان انا عندي هنا الهاي والويتس، تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. وتقدر تعدل بقى في الكورنر دوت، تخليها مثلا بالزيرو، ده برضو بالزيرو بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اغير الالوان تقدر تعمل اختيار للالوان بالشكل دوت. طيب عايز اتحكم برضو اكتر في الالوان فاقول له فيل اند ستروك. فيل هنا هتبدا بقى تختار اللون نفسه، تقدر تخلي فيه شفافيه معينه او تدرج لوني زي ما انت عايز. هنا الستروك هيبقى شكله عامل ازاي، فتقدر تختار اللون الخارجي اهوت الستروك. طيب هنا بقى الستايل اللي انت عايزه، طبعا حاسس ان اللي صار ضخم شويه فصغرته تمام. تقدر تختار شكل الستايل للخطوط الخارجيه زي ما انت عايز، تقدر تغير اللون بتاعها عندك أنظمة كتيرة جدا دي الاختيار الألوان زي ما انت عايز. تقدر تعمل سيلكت عليها وتقدر تغير بسهولة الشكل بتاعك اهوت. وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اكتب من خلال التكست، تكتب مثلا انكسكيب بالشكل دوت. طبعا الكلمة تقدر تسحبها بالشكل ده بسهولة اهوت. تقدر تعمل سيلكت وتقول له انا عايز اختار الفيل اند ستريك تقدر تيجي هنا تختار اللون اللي انت عايزه. زي ما بتحب.